آپ حضرات نے اجازت حدیث کی بات کی ہے تو میں اس کا اہل تو ہوں نہیں، نہ اس کی اہلیت ہے، لیکن محض آپ حضرات کی خواہش کی تکمیل کے طور پر تحصیل سعادت کے لیے میں آپ حضرات کے خدمت میں پہلے تو حدیث مسلسل بالاولیہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد پر انشاءاللہ اجازت عامہ عرض کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان الى يوم الدين، اما بعد، فقد حدثني بهذا الحديث الشيخ حسن البشاط المكي المالكي رحمه الله تعالى في المسجد الحرام سنة 1964 في المسجد الحرام. ثم حدثني بهذا الحديث الشيخ محمد ياسين الفاداني رحمه الله تعالى بمكة المكرمة، والشيخ الناخبي رحمه الله تعالى بجدة، كل واحد منهم يرويه بإسناده إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا أول حديث سمعته من هؤلاء الشيوخ، وكل واحد منهم يقول هذا أول حديث سمعته من شيخي، ويستمر هذا التسلسل إلى سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى وإلى عليه ينتهي التسلسل. فأنا أجيزكم بهذا الحديث، برواية هذا الحديث بهذا التسلسل، كما أجيزكم بكل ما أروي عن مشايخي في باكستان والهند والبلاد العربية أو حيثما كانوا. وهذه الأسانيد التي حصلت عليها وهذه الإجازات التي شرفني الله تعالى بها كلها مذكورة في ثبتي، وهو مطبوع باسم ثبت العثماني. فأنا أجيزكم بجميع هذه الأسانيد التي ذكرتها في ذلك الثبت، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يوفقنا جميعا لما فيه خير لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا دائما في خدمة الإسلام والمسلمين، وأن يتقبل منا جهودنا، سواء كانت هذه الجهود في محاربة الكفار بالقتال والجهاد، أو في الغزو الفكري الذي قد تسيطر على العالم الإسلامي كله من قبل المستغربين الذين هم يريدون أن يدخلوا أفكارهم في أفكار المسلمين ويضلوهم عن طريقهم السديد. فالله سبحانه وتعالى أسأل أن يحفظنا جميعا من هذه الضلالات والزلل، وأن يقوم خطانا ويسدد خطانا في جميع الأمور. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.